هذا خطك ليس قبل من أسعد أيام وأحبك الحبايب مريت لا يحزدونك في دوارح لعيونك خايف لا يحزدونك وعيني ويابا من الهوى وعشاقه وعيني ويابا من الهوى وعشاقه قولي شو وقت يا سمرة نتلاقى ولو مرة نتلاقى ولو مرة خلي نطول العشرة قلبي من الألم يبرى خلي نطول العشرة قلبي من الألم يبرى يجرح نفس وعيني ويابا من الهوى يجرح نفس انا قلت اطولها شويه بلقد لا تجي واني اكمل رمضان كريم جوردن بلو كان بامي شنو شنو بامي فاصوليا جوردن بلو جوردن بلو جوردن بلو يعني شنو جوردن بلو جوردن بلو يعني دجاج تحشيه وتسويه وتخلفه وبقسم وطحين يقول تحشي ليش تقول جوردن بلو انت فاصوليا ما تعرف تسوي انه بتسوي جوردن بلو ها طبعا صدق والله فاصوليا بالثوم انت اخرك وياها الزيتون الفلس انت تعرف شو يسموها هاي؟ شو يسموه؟ مو الجوردن بلو الدقه الدقه ها الجوردن بلو الدقه طبعا انا راح ادقه نعم انا موجود حتى يفلشه حتى يفلشه حتى ما يبقى بي ولا وذرايه طبعا اكيد اليوم راح تكون اطباق متنوعه بدايه بالجوردن بلو راح يكون في عندك سلطه المكرونه اكيد العصير اليوم اذا لحقنا على عصير يعني واذا ما لحقنا فنقول له باي باي طبعا من هسه اقول له باي باي طبعا اكيد الاطباق هذه راح تكون سهله التحضير بسيطه وبها دوز عالي اكيد من الذكاء فرمضان كريم واحنا مقبلين اكيد على ايام العيد وعيدكم مبارك أكيد ان شاء كل الله كل عام وانتم بالف خير وكل عام وانتم بالف خير يا ربي اليوم الاطباق كلش حلوه بدايه عيوني بالجوردن بلو اول شيء جيبوا لي صدور الدجاج يعني اكو بيهم مسوون بالافخاذ عادي يعني ماكو مشكله بالافخاذ اكو دجاج مسحب يتحشت بعد ما يتحشى ان انا ما اوفرت بالحشوه طبعا مثل ما تشوفون اكو حبش اكو جبن بس هذين الاثنين تغليفه حلوه من البهارات عيني وقليني يا عيني قليني اكيد هنا راح اقدم وياها شويه كم شغله حلوه لطيفه مثلا ذره على شويه من الفلفل الملون وايضا ممكن نضيف لها شويه شبنت اهم شيء خلطه البهارات اللي راح اسويها اللي هي بهاراتي يا عيني اطلع بالمقادير خل نجي على الدقاق اريد اسوي الجوردن بلو اريد اسوي جوردن بلو
زين انت شلون تعرف تسوي جولدن بلو؟ يعني شيء صعب كلش. تدري هو مرات يصير بالحشو ما طبعا العلم والله انه مرات بالحشو مالته يصير اكو زيتون بس انا ما خليت زيتون. بيصير ليش هاي الدقه ليش؟ ما اكو زيتون. زيتون اعتذر من عندك. اي انا عادي اقدر اسوي اذا تريد اكمل لك الحلقه. لا ما اريد ما اريد. فاليوم انت تسوينا انا على فكره لا تنسى انت كل مره ده تنسى. شنو؟ اطلبك يوم دولمه. ماكو دولمه. ماكو دولمه؟ انا اسويها. يلا. شنو هذا؟ ورق عنب. نجيب سليك. لازم باع من نريد نسوي دولمه. اي. لازم نجيب كل اللي موجودين بالمحل. ليش؟ انا اقول لك. انا فلك موجود. مختار وفلك وانت فلك وحسن وكلهم كلهم يجون ليش قول؟ قول ليش؟ ليش؟ حتى يلفون الدولمه. يلفون ويانا الدولمه. اي ماكو مشكله. مصير هاي الدولمه. وهذا الديكور لازم يجي يتفلش ونقعد بالنص دائره. اهم شيء مؤثر الوزره. اهم شيء طبعا زيت يقط يفور علينا. عندك واحده الي؟ لا يبقبخ. اكو يمكن اكو جو اوقف صدق؟ ادور عليه بشرفك. والله شوف لك واحده. لقيت لك واحدة البسها على السرعة وتعال. ما لقيت يلا نشوف لك باكر نجيب لك واحدة. حتى خاف تريد تحمس من نام. لقيتها يا مال حلاق. اي 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 صحيح. اي اخاف انا هم تنسى. اي اي بيضة والعرق شين ابيض. السيت يطلع حتى كل شيء يرهم. والله ترهم ترهم. ها اشد لك اياها لازم انا اوقف. جيب لي كنينس. جيب لي كنينس. جيب لي كنينس. جيكنس ايه. بس شعر ودان حبيبي مقص. هاي هنا بس حدد لي اياها ايه. منه مقص. اوقف. كانوا قبل يحددون بالسكينه. ايش فيك خفت؟ ما تقول لي ايش فيك خفت؟ كانوا قبل يحددون بالسكينه. تدري ما تدري بالفاس. لازم يحدوها هوايه مو؟ ها؟ لازم يحدوها هوايه. ايه شلون لعد؟ انا على مودك. زين قول لي سلم. قول لي سلم مودك. يسلم مودك. قول لي سلم مودك. يسلم مودك. زين الله. شوفوا انا مشاهدين الاحبة بلشت انظف الدجاج. طبعا لازم يتنظف اكيد من الحبشكلات مالته. تخلصون من الزفرة مالته. بعد شو اسوي هنا؟ اقطعها من الوسط بهالطريقة هذه. زين عيوني تاخذوها بهذا الشكل وتكون عندك بهذا الشكل. شغلتها كلش سهلة كلش بسيطة كلش سريعة ابدا مو صعبة. بعد ما تكون عندك القطعة بهذا الشكل بلش ندقها. ها ها شنو هاي؟ جايب حتى ادق ال تجيب تجيب تدق بيها الدجاج السمك تجيب خلينا ندق الدجاج هذا ادق بيها هسه غير يلا تفلشها راح تفلشها فلشها فلشها توخرها تفلشها والله تفلشها اني صوتي لا تفلش لا تساعدني ولا تفل هات فل باع باع شوف شلون تطلع القطعه شوفها شوف شلون تطلع؟ اي حلوه. فص قلاص. خليها على صفحه. تاخذ ثاني نفس الموضوع. تندق. ضروري تندق. يعني مرات اسويها انا عماني. بعد مرات. الله. الله الله. يعني شيف ليش تصعب الامور كلش؟ ماكو داعي. يعني شنو هي دجاجه وتقدر تسويها وتاكلها وخلاص يعني ليش تدقدقها؟ وتضيف عليها شغلات وما اعرف مين قال لك هامين مين قال لك هامين قال لك صعب هذا شوف دجاج شوف شوف باوع لو الموضوع بهالسهوله هذه دجاج محشي ومخليه بسكت مقسم ما سويت راح نسوي بهارات فلفل اسود ثوم مطحون او بصل مطحون مهمين طبعا بالتخميره ثوم مطحون وبصل مطحون كلش مهمين هو النكهه والطعم اللي يصير بهذا الاشياء بهاي الحبشكلات البسيطه اكيد راح اضيف هنا شويه الملح اخلطهم مع بعضهم البعض حتى اسوي هذه الخلطه مالت البهارات الجميله اللطيفه واخليها وين اخليها هنا اول شيء البيض بيضتين اثنين حلوين بدون كتكوت الدجاجه من البيضه والبيضه من الدجاجه الدجاجة من البيضة البيضة من الدجاجة والله دا خاف أجاوبك دير بالك تجاوب دي أنت قول ها؟ أنت قول أنا ما 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 أحكي لك أنا أنا ما لي علاقة بالسؤال أنا ما أتدخل بهاي السوالف أنا رجال أطق البيض بس راح أخلي هنا هاني ماسترد وهي اختيارية حسب الرغبة
شنو هذا؟ هاني ماسترد. هاني ماسترد. ايه. الباحث راح شنو؟ ايه. مش راح عليه. وسالفنا. هاني. أنت تعرف منو هاني مو؟ لا. هاني أبويا. هاني أبوك؟ إيه. لا. زوج إنصاف. لا لا. إيه. ما شاء الله. هو كان يدلعها ويصيحها كانت الدلعة ويصيحها هاني. لا. فعلى مود هاي سموه هاني ماستر. هاني ماستر يا عيني بيضات لخ. كاف لثلاث خلي بيضة هواية. شوفوا راح أسوي سالفة بيها هذه الأكلة حتى كل شوية راح تحبوها أنتوا. أو غير إنه تتخمر قطع الدجاج. حتى تكسر اكو عندي نكهه تصير عندي نكهه بالدجاج فشلون اقدر انه احافظ على هذه النكهه بطريقه واحده بس انه انا قبل ما انه ابلش قبل ما ابلش انه احشيها شو اسوي هنا اغمسها شوي بهذا الشكل تمام واخليها بهذا الشكل الله 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 هل خليت ملحاني اي خليت لا. خليت يلا مو خليت وي خلطه مال البهارات بهارات خليت إيه خليت ملح ابو 5000 ما خليت اي هاي ابو 5000 لا بعد ما اريده اه بعد ما اريده ابو 5000 هسه سويته بهالطريقه هذه ايش راح اسوي هسه اني راح اجي اخذ قطع الحبش اخليها بالوسط بهذا الشكل تشوفون هنا خليها بالوسط بهذا الشكل يا سلم سلم اي لا بس مو اللي حبا هو دجاج ولا دجاج دجاج يتحشى بدجاج ايه دجاج يتحشى بدجاج فانت تخيل الموضوع بس لا لا مو دجاج هو حبش حبش نوع نوع مختلف من الدجاج ابن خاله ابن خاله اي فعادي يعني عادي اي والله نفس الشيء هو كرفس والرشاد شو اسوي ثاني مثل دجاج وحبش والله في شيء لازم نجي ناخذها بهالطريقه هذه واغلفها بهالطريقه هذه هلو طبعا انا لازم بهذه المرحله تنكبس كل المكونات بهذا الشكل زين ورا ما تكبسها هنا اكو طريقه ثانيه ابلش اسويها وهي انه اتاكد انه سدت كل الفراغات اللي بيها هاي وحده كل الفراغات اللي بيها طبعا وبعدين اجيب وين القاطعه عندي قاطعه اي قاطعه ممكن تستخدمها اي قاطعه هنا انا شو راح اسوي من الحشوه من الوسط وابلش اخذ النص مالتها والباقي يندب لا اخي الباقي ما يندب ما يندب تقدرون تستفادون من عنده هاي اذا تريدون اذا لا وتسووا برجر انا المهم يطلع عندي قالب يا حبيبي البقيه ما اريده البقيه شو اسوي بياني لا طبعا اكيد هنا أنا ترجعون تشرحوه مره ثانيه وتخلون طبقه فوق طبقه نقدر اليوم هم نسويها لا ما اقدر اسويها انا لا ما عندي وقت ولا عندي وقت انا رجال بزي الرجال بزي انا كلش بزي انا زين وانت يعني تريد تفطر المصورين بهاي انت عبالك اني انت عبالك اني بهاي الطاسه انت عبالك اني هيجي مهيئ بس وحده خلينا طحين مو هو اوريدي مسوي قبل اوريدي مسوي فد 10 قطع انا اقول ابو المالي ليش سوى برنامج طبخ طبعا انا راح ابلش اخلي نفس البهارات اللي احنا سويناها و... انا صعب هذا طبعا مثل ما تشوفون هنا راح يكون عندك هنا ثلاث شغلات هنا هذه ثلاث شغلات كلش مهمه طبعا اكيد 100% حتى يصير عندك الباني انا اتاكد انه العمليه صارت تمام شوفوا شلون صارت القطعه تمام شوفوا القطعه شلون تخبل الله انا احب السوالف هاي انا جوي هاي السوالف اجي اغلفها بالطحين وبعدين زين يابا بعد الطحين تقدرون انه تعجنوها عجنه كامله بهذا الشكل حتى شنو؟ حتى لا تنفتح بعدين تتماسك أكثر اي بعدين طبعا اكيد طبقة ثانية هني ماسترد وبيض اي هني ماسترد وبيض تشوفون الفراغات تنفتح ترجعون شو تسووا لها؟ سدوها هذا الموضوع ضروري جدا زين حتى لا تتفلش بعدين ارجع مرة ثانية اغلقها بهذا الشكل زين يابا وابلش اغلفها بالبقسم بعد ما غلفتها انا بالبقسم اتركها نص ساعه بالبراد اكبسها زين ايش قد نص ساعه بالبراد
لا تقلوها دايركت. زين لعد اروح انطي السؤال للساده المشاهدين وارجع لك شيف. اذا مشاهدينا الكرام سؤالنا لهذا اليوم ماخوذ من مسلسل قصه، والسؤال يقول منو اجى يساعد زاد حتى ينقذون قصه؟ يا ترى منو اجى يساعد زاد حتى ينقذون قصه؟ اكيد بعد ما تتابعون المسلسل مسلسل قصه راح تعرفون هذا الجواب شنو، وراح تفوتون على صفحتنا على الفيسبوك وتجاوبون على هذا السؤال. من تجاوبون عليه احنا بالجزء الثاني من محلتنا اليوم راح نسوي السحبه، واكيد واحد من عندكم راح يفوز. لا تنسون اليوم عندنا سحبه كلش كبيره اللي هي سياره موديل 2024 صفر كيلومتر بعدها بقريزه على قولت العراقيين. لذلك اي واحد يريد يجرب حظه لازم ضروري يدز اس ام اس على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه. اي واحد ما داز لي هسه خليه هسه يدز اس ام اس ويجرب حظه ويانا. ممكن باس ام اس واحد تفوز بالسياره، ممكن باس ام اس واحد تفوز برواتب شهريه وسنويه ويصير عندك العيد عيدين. واذا تريد تزيد حظوظك دز اكثر واكثر ايضا حتى تشارك ويانا ببرنامج محلتنا وتفوز بكل الجوائز. طبعا البارحه همنا مثل ما شاركت ايه ويانا وربحت بالسياره الاسبوع الفات، البارحه استضفناها كانت يمنا بالاستوديو قالت احنا انا كنت دازه 7 SMS، فتخيل 7 SMS تفوز بسياره وممكن باس ام اس واحد تفوز بسياره. لذلك جرب حظك اكثر حتى تفوز ويانا بكل جوائز المحله. ما شاء الله كلش هوايه، وموجوده الذهب وموجوده مبالغ نقديه وايضا الملايين ببيت الهدايا. واريد اقول لكل المشاهدين اي واحد يحب يشارك ويانا بايام العيد 3 أيام العيد راح تكون الفرحه كلش كبيره. راح يشاركون ويانا نجوم كبار، راح يشاركون ويانا فرق شعبيه للرقص. احنا راح نكون موجودين كمحلتنا. شيف خلدون راح يكون موجود طبعا. اي هاي مفاجاه لك، هاي مفاجاه لك. انا شو يسوون بيها بالعيد؟ راح تغني ابو الماليه. ترى اصرف صرف مو طبيعي، ترى اكتب وصفات كلها هو غنى ما راح تسوي شيء. فراح نقضي اوقات جدا ممتعه مع بعض. فاي واحد يريد يشاركنا ويحب يشارك ويانا يجي من كل محافظات العراق خلي دز رساله على هذا الرقم راح يظهر قدامكم على الشاشه اللي هو على الواتساب. يدز رقم اسمه الثلاثي واحنا متكفلين انه ندخل اسمه هنا بالاستوديو ويدخلون هو وواحد ثاني، يعني يكونون كبل اخو اخت او زوج وزوجة حتى تكفي المقاعد لكل الحاضرين ويانا. اذا لا تنسون تدزون SMS على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه حتى تقدرون تشاركون ويانا بالبرنامج. شيف ها عيوني بس غني لي شويه. شو غني لك على الجوردن؟ غني لي شوي غني لي وخذ عيناي. الله لا خلاص عمي غني لي شوي غني لي وخذ عيناي. لا عيني لا، هاي فقره كامله للشباب. شكرا شباب للمطرب خلدون، اكتشاف المواهب قريبا في الاسواق. للمطرب خلدون راح يكون يشارك ويانا بالغنى مو بالطبخ، لان هو راح يغني وانا راح اطبخ. بالعكس صار. يلا شيف ابو الماليه شوف كم وحده عندنا. ابو الماليه بس شوف يا قلبي، شوف يا عيوني. وليمه يسوي. انا بخدمتكم شباب. عاشت ايدك ابو على المصورين كلها. عاشت ايدك. انتم في قلبي بس حبيبي. كنت تشتغل. اهلا وسهلا. انتم في قلبي. انا اشغلك يا ولا يهمك. اي شغلت. اي طبعا اكيد انتظر لحد ما يكون عندك الزيت حامي. مثل ما قلت تحفظوها في البراد لمده تقريبا عن لا تقل عن نص ساعه حتى تلزم اكثر، وحتى بعدين انه اقليها على راحتي بدون ما شو اسمه على اقل من مهلي. انت شوف ابو الماليه ما عنده شغل شيء يطلع قبل البرنامج. لان صعبه احنا نطلع من البرنامج ونشوفنا قبالنا بعدين راح تصير مشاكل. لا تعال انزل اسوي لك طبق خرافي على حسابي والله. راح اختار واحد من البوكسات ها واقول هذا على حسابي. يلا خلينا نشتغل عمي هنجان نشتغل. يلا ناخذ اتصال شوف. اي موجود تدري بالشباك عادي. وناخذ اول اتصال هاتفي. والو مرحبا.
السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني، شلون الصحة؟ الحمد لله الله يسلمك. إن شاء الله أمورك تمام إن شاء الله. الحمد لله. من ويانا من وين؟ حنين من ديالة. ياها. إيش بيه التليفون؟ تليفونش؟ شنو؟ تليفونش ديخشخش. ديقرقش. مخليه هيدفون حميم؟ داي أرقش. لا لا أرقش. آه أي زي ده الطبخين. ده الطبخين وتحكيني أنا؟ شنو؟ ده الطبخين؟ لا لا أي زين زين. حميم حميم لو حنين؟ حنين. حميم بالميم مو؟ حنين. آه بالنون. بالنون حنين. إيه إيه بالنون. حاء نون ياء نون. نون يا نون. إيه صح. رمضان كريم حنين، كل عام وانت بألف خير. عليكم الصحة. شنو طابخين اليوم؟ طابخين سمك. سمك. ألف عافية ألف عافية. شنو كارب؟ كارب نهري أكيد. نهري. نهري نهري. ألف عافية. إيه ألف عافية. شنو يا حب أشكالات، تمن أحمر لو تمن أصفر لو شنو؟ احمر. لا بدون تمن. آه مع الخبز يعني. إيه. اكيد. لا الف عافيه الف عافيه. ويا زلاطه مرتبه ويا عنبه هيجي كلش تمام. ايوه هاي اول مشاركه ليش حنين؟ اي اي نعم اول مشاركه. شنو رايك ببرنامج محلتنا مع الشيف خلدون؟ طبعا كلش حلو كلش حلو. شكرا شكرا لك شكرا لك. تعبناك والله كل شوي تعبناك حنين. نعم. من واحد نعم والله ليش من واحد إلى 24 شو تحبين؟ أختار رقم 5. رقم 5 ونشوف سؤال الرقم 5 يا حنين يا من الديالة. والسؤال يقول لك: كم قطعة من الجوردن بلو مسوي الشيف خلدون هسه هنا قدامنا؟ 3 4 5؟ حنين 3 ها 4 لو 5؟ 5 5 صحيح. إجابة صحيحة طبعا. 4 موجودة على الطاولة وواحدة موجودة على النار. ألف ألف مبروك يا حنين إجابة صحيحة. يلا حنين الرقم 5 ايش تتوقعين بي؟ ان شاء الله خير. خير ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. نشوف الرقم 5 يا حنين. 100,000 دينار يا حنين مقدمه من المصرف العراقي الاول FIB. نزلي هذا التطبيق يا حنين. حنين انت عندك هذا التطبيق منزلته يمش لو لا؟ لا بعدني. ليش؟ صار لنا شهر دا نقول نزلوا هذا التطبيق لان اي واحد يفوز ويانا بمبالغ نقديه راح ندز هذا المبلغ على اسمكم بالموبايل عبر التطبيق يا حنين. اي مو هاي اول مره اشارك وياكم. حتى لو حتى لو حتى لو وان يكن. اذا نزلي هذا التطبيق يا حنين لان هذا التطبيق راح يفيدك كلش هوايه وراح ندز لك هذا المبلغ على حسابك. تخيلي اول ما تفتحين التطبيق تسوين حساب تلقين 100,000. وين صايره وين دايره صح؟ صح. فدا تشوفين بالشاشه عندك كيو ار فتفتحين الكاميرا بس توجهيها للشاشه قبل راح يطلع لك التطبيق وتنزليه تسوين حساب يمك كلش سهله الخطوات وراح ندز هذا المبلغ على حسابك بالموبايل. تمام حنين ان شاء الله. يعني شكرا جزيلا على المشاركه. تعبناك ويانا كلش هواي يا حنين. احنا اسفين كلش عادي. الحمد لله والشكر. يلا شكرا حنين. حنين والله تعبناك حنين. احنا اسفين جدا. بس نرجع مع شنو؟ جوردن بلو. مع الجوردن بلو. وهلا هلا 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 تقلي 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 اكيد تقلوها كل زين تش حمصوها كل زين ويكون مغطى ديب فرايد يعني الزيت لازم يكون مغطى على الاخير. وتكون درجة حرارة الزيت ايضا كلش عالية حتى بعدين تتقلى على راحتها. بعد ما تتقلى هي اوريدي راح تطوف تصعد لي فوق.
بعد ما الطوط صار يفك شيلوها صفوها من الزيت وتقدموه بهذا الصحن مع الصوص هذا. يا صوص هذا هذا اللي هو هاني ماسترد وبي بيضتين، لا ثلاث بيضات. هذا بدون هذا هاني ماسترد بس ابو البيضه ذاك. هذاك لا خلاص راح راح ذاك راح واي باي. راح نسوي بيها واحدة لخ، نسوي واحدة ثانية بيعود هذاك. اي زين لعد مشاهدينا الكرام، اذا تحبون تشاركون ويانا دزوا اس ام اسات على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، لان اليوم بالجزء الثاني من برنامج محلتنا راح يكون عندنا سحبه السياره. اذا تريد العيد يصير عيدين دز اس ام اس على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه حتى تجربون حظكم ويانا، وان شاء الله تفوزون بسياره موديل 2024 وايضا بجوائز ماليه نقديه كلش هوايه موجوده بمحلتنا، بالاضافه الى ليرات الذهب وايضا الملايين واجهزه الموبايل وكثير من الشغلات الاخرى. لذلك اذا تحبون دزوا اس ام اس، واذا ما تحبون هم دزوا اس ام اس حتى تجربون حظكم ويانا ببرنامج محلتنا. اذا تريدون تزيدون حظوظكم دزوا اكثر. اذا تحبون ما تزيدون حظوظكم مجرد تدزون اس ام اس واحد حتى تشوفون شلون، لا دزوا اكثر حتى حظوظكم تزداد اكثر واكثر. لذلك دزوا اس ام اسات على كورك او زين او اسيا، الخيار بكيفك، اي خط يكون عندك تقدر تدز عليه اس ام اس. ولا تنسون اليوم هم راح يكون عندنا سحبات على الفيسبوك وبها جوائز قيمه، وممكن على ارقام التليفونات من اعرف ابو الماليه ننتظر من عنده المفاجات. مفاجاته ما شاء الله كلش هوايه، لذلك اليوم راح تكون حلقه مميزه جدا، راح نكون على مدى ساعتين معكم، تخيلوا ساعتين. لذلك من هسه انتهزوا الفرصه ودزوا اس ام اسات، لان اليوم بالليل راح تكون جوائزنا كلش هوايه بمحلتنا. واكيد اليوم هسه همنا ويا الشيف خلدون، اي واحد يحب يسال سؤال استفسار من الشيف ويشارك ويانا همنا ويطلع من المحله وهو ربحان، لازم يدز اس ام اس على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه. شيف عيني شلونك؟ والله اذا انت بخير انا بخير. اشتاقت لك. احترقت انا؟ لا احترقت. انت شيف انت مأمن منا لنهاية رمضان راح تكون باقي؟ اي موجود موجود. لما ما بقى لنا شيء يصير علينا. لا تخاف علي، لا تخاف انا متعلم. بس لا انا موجود ماكو داعي يعني. شلون بالله يقول لك متعلم على صدمات قلبي. صدمات قلبي. متعلم على صدمات قلبي يا بان. طبعا اكيد مشاهدينا الاحبه راح يكون في عندي هنا بعد ما انه اقلي قطع الجوردن بلو مثل ما ذكرنا، اكو شغله مهمه ايضا راح يكون في عندي اليوم وصفه ثانيه اللي هي اكيد الباستا. الباستا اليوم المكرونه اللي راح نطبخها اكيد بطريقه سهله بسيطه وسريعه، انه اول شيء راح نسلق المكرونه. قول هذه صارت. هذه انا دا اشوف معكرونه هاي شيف. ها شنو الفرق بين المكرونه والباستا؟ ها شنو الفرق بين المعكرونه والباستا؟ والله شو اقول لك. مثل الكرافس والرشادي كانت نفس الشيء. اي شوف صفيها من الزيت زين. ها نجي نخلي حبه ثانيه وناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. مرحبا. اهلا وسهلا، شلون الصحه؟ رمضان كريم. رمضان مبارك ان شاء الله عليك. الله يسلمك. يا هلا يا هلا، شوف الطاقه الايجابيه الحلوه اللطيفه زين. الله يسلمك. انا وسهلا. ايش طابخين اليوم؟ ايش طابخين؟ والله اليوم طبخنا فاكهه. اوه ما شاء الله. الموضوع حلو لطيف. حلو الموضوع لطيف. الف الف عافيه. من ويانا ومن وين؟ انا سعد هلال من بغداد حي الجامعه. اول مره تشارك ويانا؟ اول مره. نعم سعد من بغداد. يا هلا سعد. سعد منو سوى الباتشا؟ والله بالبيت يعني الاهل سووها. يعني انت ما تدخلت بيها؟ انا بس اشوف. ليش عملية مهمة؟ ليش الباتش الراجل الأشراف الله يخلي. بس أنت حضرتك مولي تشوف على شيء بخدون نفس الشيء. صح مثلي أنا، أنا بس إشراف هيك. صحيح صحيح. بس سعد المهمة مالتنا كلش صعبة ترى، مو سهلة. طبعا 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 لنا الحصه الاكبر. طبخ فين؟ طبخ فين؟ اكيد اكيد. زين واحنا همنا نفسنا كلش يعني وجودنا. هسه التطابق قفلك؟
لا لا عفوا عفوا لا لا هسه تطابق فلك حتى نفتهم. لا لا سعد اضبط ويا خطيب فلك حواس شيف خلدون ام حواس والله لا. اه شوف يعني هسه طابق وياك لا مو طابق والله ما اعرف خليني افتهم طابق لا مو طابق لان اذا طابق ويا حتى اقول لك مبروك عليك ال 50000 دينار ليه قدام اقول لك اياها؟ ليش تتعب نفسك؟ ومجرب انا مجرب سيف المجرب والله. لا لا يلا خلاص يلا يا سعد اختار من 1 الى 24. 22 الى ان اوصل 22 بعيد. احكي لي رايك بالمحله سعد. والله برنامج غريب وحلو وممتع يعني شيء ما متوقع سابقا كلش حلو. من ذوقك هذا الله يخليك شكرا جزيلا سعد. يلا سعد السؤال يقول بالمحله ويا شيف خلدون من يكون على الاشراف؟ منو العفو شنو؟ منو يكون مشرف على الاكلات ويا الشيف خلدون؟ المختار ها؟ انت حضرتك ادري اشراف اشراف الله يخليك قابل ما تقول لي ايش بدنا نسوي احنا؟ ايش بدنا نسوي؟ يلا نشوف الصندوق رقم 22 يا سعد ان شاء الله فد شيء زين. انا دا اخاف ابا والله انا ما ضاح حتى تقول ذبوب راسي بعدين. يلا 22 ان شاء الله في شيء زين يا سعد. اتصال ابو الماليه يا الله يا الله يا الله يلا 50000 ابو الماليه سيقول زين خلينا نشوف ابو الماليه ايش راح يقول سعد. تمام اي صح حلو سعد. اول سؤال ايش تشتغل؟ أنا موظف متقاعد. موظف متقاعد. وين موظف؟ أنا كنت بالتربية وأنت متقاعد. آه بالتربية. إيه نعم. بالتربية. عندك أحفاد سعد؟ عندي أحفاد أربع أحفاد. ما شاء الله الله يحفظهم أستاذ سعد. أوكي تمام شكرا جزيلا شكرا. إذا أستاذ سعد كل حفيد عيدانيته 50000 مهدات من المحلة وألف ألف مبروك على الجائزة الجميلة. شكرا جزيلا الله يحفظهم يا رب ويحفظ أولادك ويحفظ العائلة كلها وهني مري بالباتشة. أي والله ينزل ويهلهل ألف مبروك حبيبي أستاذ سعد شكرا جزيلا. الله ينزل ويهلهل شيف حلو حلوها ما ينزل ويها لهم. أمين جبتها؟ ها؟ مين لك هاي؟ والله هيك تجي. ابتكرتها أنا. باعتباري مشرف على الأكلات. مشرف على الأكلات يمه على أساس ما تدش عندنا إحنا. تعال قل زين. تعال أنت قلبها هسه ها؟ ها؟ قلبها ها؟ أنا كم حرقة احترقت؟ أنت كم حرقة راح تحترق؟ أنت بس لا بس لا أنا أشوفك مايع مايع جوا الطاوة. شو تريد أقلب؟ تقلب بعد ايه بقى صار بيها بقى خطيه بس بقى لا لا خليني اساعدك اصادق بالتقليبه انها تبقبق لا عمي لا تخوف هاي والله انها تبقبق لا حبيبي لا يا خوفي منها وهي تبقبق هي خوف الخوف مين باوع الخوف مو هي وساكنه لا الخوف وهي تبقبق اي صح اي طبعا. مشاهدين الأحبة مثل ما ذكرنا أنه راح نسوي إحنا أيضاً المكرونة راح تصير يعني راح أول شيء نسلقها طبعاً أكيد 100% زين وأقدمها وراح أقدم وياها شغلة اللي هي هذه جروب الخضار اللي موجود هنا لكن أهم شيء يكون عندك أنت المكرونة تكون مسلوقة من بين ما أنا أسلق المكرونة أسلقها على السريع راح أروح فاصل وأكيد راجعي
طار عدنا فرح نالك صواني جوردن بلو خافا يمر بالعقد رش العقد بدمو. تعال مو تقول اشرافي تعال مو هذا الاشراف اللي يسموه الاشراف على اصول لا اشرافك بس دبطل هاي سوالفك شوف لا حطها شويه هيك هاي شويه هيك على صفحه طبعا حتى تصير مربع عدل طبعا هذا الزيت الصفه شنو ال هاي الجوردن بلوايه جوردن بلوايه الاولى شبين جوردن بلوايه هيك خليها على صفحه هيك شويه اها اي اها تمام هسه قطع اي بس قطعها بحنيه ما قطعها بحنيه اي بعذاب بعذاب ايوه هذيك قصد الله ها شو تسوي لها هسه اي حتى من نهاية الحلقة اي ما تبرد شوفوا شلون دا اداريكم شوفوا شلون دا اداريكم راح اخذها احفظها لها احفظها بش اسمه بالفرن لو بالثلاجة صار دل بالفرن؟ اي طبعا خليها بالفرن حتى باع هذا التكنيك اللي راح اسولف لكم عليه اي تتقرمش اكثر اثنين تتنشف من الدهن مالتها تتنشف من الزيت مالته هذا الموضوع كلش مهم لازم تتبعوه برا ما تخلصون من هذا من الجوردن بلو من القلي نرجع انا مشاهدين حبه راح يكون في عندي مكرونه لهذا اليوم بعد ما سلقتها شوفوا شلون نوع المكرونه هذه سحولها البني هذا النوع البني اليوم اللي راح اشتغل عليه البني هذا يخبل طريقه تحضيره كلش بسيطه مثل ما ذكرت انه اول ما يفور المي تخلون ملح تخلون زيت وراها تصفى ولما تصفى خلوها بهذا الشكل اللطيف زين عيوني زين اغاتي زين عيوني زين شنو عندي ماسترد هاني هاني ماسترد هاني ماسترد شويه ماسترد هاني لا بدي اعوفه الهاني اتذكره دائما واخذ شويه مايونيز تمام كل شويه راح تحبوها هذه كل شويه واخذ شويه من اللبن بعد ما اخذ هذه المكونات اخلطهم سوية شوية ملح مو ابو الخمسة الاف؟ لا ابو الخمسة الاف ولا عبالك دي تملح دي يطلع عليك الفاهي مو هذا سبيشال راح اخلي اكيد زعتر على قولتك سبيشال يا بس دعوه في السبيشال الله يخليك دعوه في السبيشال اخلط هذه المكونات كلها مع الزعتر الاخضر البري حتى يصير عندك طعم ونكهة كلش لطيفة فاخلط الصوص هذا بعد ما اخلطه بهذا الشكل راح اجيب عندي فلفل ملون يا سلام يا سلام بزلية وينها البزلية أبو الإشراف ها بزلية وينها هاي راح أخلط المكونات بهذا الشكل شلوني أخلي البزلية المعلبة شلوني هي بزلية ترى جبت تريد بعد جيب لي يلا بعد شافك شلون هاي البزلية يعني هاي بس مجرد حطيتها هنا مشاهدين الاحبه مشاهدين الاحبه ممكن تشوفون البازيلي تكتبون باي محرك عندكم اي محرك بالموبايل وشوفوا البازيلي وشوفوا هاي البازيلي وهاي سبيسيال سبيسيال ايه سبيسيال ايوه سبيسيال ورا راح اخلي الصوص اللعبه وين اللعبه بالصوص بالسوس سوس دوز عالي من السوس من السوس بعد ما خليت شوية السوس أقلبهم مع بعضهم البعض قلبني بس لا تقرمشني أرمشني يا عيني أرمشني الله هاي تتخلى بالفرن لو هيك لا يا بتخلى بالفرن شلون تخلى بالفرن بس دعوه بس دعوه بس دعوه بشرافك يريد سلطة بها مايونيز لا مو أنا أريدك تدوه حتى المشاهدين يعرفون أي شيء بيه مايونيز بالحرارة ما يصير تخلي بالها آه. زين صح آه. هي هاي النقطة اللي توصل لها إيه؟ والله أنا خايف من الملح اللي خليته ردك ردك تذكرها يعني خلينا قليل ملح عرفت هسه تمام هسه تمام أنا ماستر دهم راح أحتاجه طبعا أكيد المايونيز راح أرجع لمكانه بالبراد كل شيء مكانه يرجع شوف إحنا ما نبذر إحنا ناس ما نبذر إحنا ناس ما نبذر أنا ناس لا شلون نبذر؟ جيب لنا معون خلينا نصب السلطة. إي. خلينا نصبها بهاي. صب. يا سلام. معونين زلاطة الولد يدللون يابا. يدللون.
شلون زلاطة؟ شلون زلاطة؟ ها؟ هذه تدري هذه تدري كاملة القيمة الغذائية؟ هاي زلاطة؟ إيه طبعًا شوفه شلون دبا واحد عيني نصب الزلاطة وناخذ اتصال هاتفي. ألو مرحبا. ألو مرحبا. مباشر وياهم يعني. إيه نعم ويانا ويانك مباشر ويانا يا أبي. رمضان كريم. السلام عليكم. تحياتنا إلك. تقبل الله صيامكم إن شاء الله. نص التلفزيون سمعونا من التليفون من الراديو. بلى يا غالي. السلام عليكم شلونكم؟ والله الحمد لله. أعمالكم رمضان كريم مبارك عليكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. تقبل الله إن شاء الله صيامكم. ومن ويانا من وين؟ حنان صالح مهدي بغداد التاجي. حنان من بغداد التاجي. نعم. أهلا وسهلا بيك. شلونك حنان؟ أمورك تمام؟ لا الحمد لله إن شاء الله. الحمد لله. شنو فطوركم اليوم؟ اليوم تمن وباذنجان. تمن وباذنجان. حلو. يعني تفسي. تقريبا. بلي. ألف عافية. 1550 عافية. تسلم. شنو رأيك بهاي الزلاطة؟ انا ما لحقت عليها توني فتحت التلفزيون. لا والله توني فتحته ما ادري اكو بس مباشر. هسه تجامليني قولي لي عشتيدك. لا عشتيدك هي مبينه حلوه هسه بالصوره حلوه. حنان حنان واصل لها الدوم. اي واصل لها الدوم. اي حنان برافو عليك. كلمه السر. برافو. ما واصل لك كلمه السر حنان. برافو عليك نشطر. ما شاء الله ما شاء الله. ما طول هيك العد. ها اختاري رقم. يلا اختار رقم. اختار رقم بدون سؤال. لا هو اختار الرقم وبعدين يجي داخل هذا الرقم اكو سؤال. اي اي رقم يعني اختار من 1 الى 24. من الواحد لل 24. أيوة. أختار 21. 21 يا حنان. نعم. رقم 21. نعم. حنان السؤال يقول لك العصير اللي سواه الشيف خلدون البارحة هل كان فراولة؟ لو برتقال لو سحلب. ما شفت انا. شفت انا. شو ما تشوفين؟ ليش ما تشوفونه؟ قول احنا جاي نتعب ونشتغل. العصير سواه شنو؟ هو برتقال لو تفاح لو سحلب. اختاري. ما شافته ما شافته تقول وانا ممنون. انت شفت برتقال؟ انا ممنون. ما مشتغل برتقال. غيري. انا ممنون لبنونه ابنونه حلو عيونه. برتقال. مو قلنا ليش ما اشتغل برتقال انا؟ وانا ما لا شلون انا ما شفت حلقه شلون؟ اخاف اخاف سحلب. زين سحلب سحلب. صحيح. برافو عليك. صحيح يا حنان سحلب. لازم تشوفين اللايف يا حنان حتى تعرفين ايش طبخنا ايش سوينا. لان انتوا هسه تطبخون وانا دا اطبخ شلون؟ خلي التلفزيون بالمطبخ او بالموبايل. لايف موجود هناك يعني كلش سهله. شكرا. يلا حنان رقم 21 يقول نعم نرى 50,000 دينار يا حنان. شكرا. الف الف مبروك يا حنان. تصرفين بالعافيه يا رب. شكرا جزيلا على اتصالك. شوفونا يا اخي شوفونا. شوفوا حنان نزلي على التطبيق يمك اف اي بي حتى تقدرين تحصلين على هاي الجائزه الماليه اللي هي 50,000 دينار عراقي. شكرا جزيلا على الاتصال يا حنان.
مشاهدينا لا تنسون تدزون اس ام اسات على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه حتى تقدرون تشاركون ويانا ببرنامج محلتنا وبكل السحبات اللي تصير بمحلتنا. واليوم يكون عندنا سحبه السياره، فلا تفوتون الفرصه ودزوا اس ام اس على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه حتى تجربون حظوظكم، واذا ما تريد تجرب حظك هم من دز اس ام اس حتى تجرب حظك. شيف دا يزين، شيف لا يزين الطبق يعني مو يزين شعر. تعال 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 اسوي لك هسه تحديد خرافي. تحديد؟ اي بالهاني ماستر. بالهاني ماستر اسوي. بالهاني ماستر؟ اي شلون لا عاد. حلو. هيجي اضيف لمساتي؟ لا اضيف اي لم نفسي اضيفه. اي لمسات من عندك اني ما اريد. اي نفس نفس من عندك ما اريد. كيفك؟ مويه تطلع احلى بعد. لا تطلع احلى. اخلي لك شويه افوكادو. تتكلوز تتكلوز. الله بس بعد جمال هنا هذا هذا هاي سلطه حقيقيه مو كذبيه. هاي سلطه حقيقيه مو كذبيه مو كذابيه. لا لا صدقيه لطيفه صدقيه. الجاردن بلو موجوده يتنشف خطيه لا نشفه طلع من الحمام اخاف يضرب هواء. وش نسوي؟ اي نخليه جو بالفرن. اخرات حتى لا يتمرض. راح نسوي لي هذا اليوم البودينج. دائما اقول البودينج والمهلبيه اثنيناتهم تقريبا نفس الشغله، لكن اليوم الطريقه راح تكون شويه مختلفه وايضا المقادير راح تكون جدا سهله وبسيطه. راح اشوفكم اسرع طريقه لعمل البودينج. يلا اطلع بالمقادير يا من هنا من هنا. طبعا اكيد راح استخدم موز وحده او اثنين حسب الرغبه. راح استخدم ان انا شويه من القشطه يا باشا، سكر، افوكادو. شايل افوكادو بس واحد افوكادو على شو اسمه على على العصير. حرق العصير حرق العصير. وايضا هذا هذا الجزء اي هذا الجزء اوه هاي يا بعدنا لبن. هذا مو لبن لا كريمه. هاي كريمه. انت بكيفك انت بكيفك انت بكيفك. اي كريمه انت شو تحس ويا البسكت المطحون السنس مع كميه كبيره من الملح. هذا مو ملح. شوف السنس مالك شو يقول لك. شوف لا لا هذا بيكن باودر. السنس مالك يقول لك بيكنج باودر يا عديم السنس. الكاكاو مسحوق الكاكاو يا عديم السنس. وين لقيت وين بيكنج باودر؟ هذا هذا مو هذا كريم شانتي باودر يا يا عديم السنس. اللي هو هذا اللي هو اخو البيكنج باودر كريم شانتي. انت المفروض انا اخليك على الاجهزه صح. كريم شانتي بالفرونسي. وين كريم شانتي؟ كريم شانتي كريم شانتي وشويه طحين مع وموستين او ثلاثه او واحده حسب الاختيار. المفروض احنا من نقول كريم شانتي ما يكون الباك جراوند هذا. لا برج ايفل. ايه كريم شانتي اطلع بالهذا. لازم نوقف على كروما هيك يخلونا برج ايفل. كريم شانتي كريم شانتي. بعد ما ناخذ كريم الشانتي و كريمه اتمنى انه كتبتوا المقادير. بالبدايه راح نبلش بكريم الشانتي. هذا راح اسويه بطريقة بسيطة سهلة وسريعة. وأيضا يكون أيضا استخدام لازم استخدم شوية طحين شوية طحين. هذا الوحيد قلته صح. طحين شوية طحين هو بس الطحين. بس الطحين قلت الطحين. سكر حلو الدنيا سكر. أيوة فانيلا طبعا 100%. أو ممكن تخلون حتى ماي ورد. حتى ماي ورد ممكن تخلون. هسه راح ناخذ شنو؟ راح ناخذ الموز. حبه واحده موز او اثنين؟ خلي اثنين. حبه واحده ولا واحده كافي؟ لا اثنين. والله انت مصرف. دباها ايش قد الوحده؟ هسه لو كبيره استخدم واحده، ابو الماليه لو كبيره كان استخدم. هي. بس هي لانه صغيره يعني هي صغيره الموز هاي. زين. اضيف مي؟ اضيف مي. تمام؟ واسوي شلون كانما دا اسوي عصير بدون ما استخدم تبيض واخلطها يا عين اخلطها. وناخذ اتصال هاتفي. الو الو مرحبا من ويانا؟ شنو الصوت؟ ها وقف دقيقه وقف. اولا مسوك باش الكيلو خالد باش الكيلو. الو اخويا باش وين انت وين؟
انت منين بدك تحكي منين؟ اوكي ولد منين؟ تجيب لنا عمي من عندك تجيب لنا هذا يبيعها اللي يجيبها يريحني خطير رجال صوته بح صوته بح خطير رجال وش اللي يبيع؟ يابا كيله وين الي وكيله للشيف وش اللي يبيع هو؟ اللي تبيع عروبه اللي تبيعه جيبه اللي تبيعه جيبه اللي تبيعه جيبه ارحم صوتك منو ويانا؟ عروبه 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 اه عروبه عروبه ما اروح والله ما اروح دفر عروبه رايح هذه سياره انا هذه سياره عروبه عروبه ده تسمعنا؟ والله ما ادري الو الو ايه مرحبا اهلا 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 بس اطلع بس اطلع من من الجراج الله يخليك وسولف وياي طيب خلي يخبط ويروح راح عليك من توصل عم العروبة عودي خابرنا عمي ترى مو سالفة هاي والله عروبة 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 خبطت يا غير خبطت انا بالي يمي خطيه صوته بح نفر على هاي نفر على هاي نفر على هاي طبعا اكيد اننا مشاهدينا خلينا المزيج الاول اللي هو المزيج الحار هذه بيها ثلاث شغلات بيها مزيجين بيها مزيج حار ومزيج بارد المزيج الحار تعدي تعال جيب لك خفاقه وقلبها لتروح تحترق اي راح ناخذ المزيج الثاني اللي يكون بارد هذا لا لا مو هاي مو لا هذا مشوف هني مؤثر اي نفسها نفسها بس نظيفه اي ابي هاني مؤثر يا اخي هذا شلون لا كان غرطتنا كان ورطتنا ورطه هاني ورطه انا دا اسالك دا اسالك شو تعرف لو لا اكو غيرك اتورط منك قلبها هاي زين هاي اي زينه زينه هي زينه قلبها يلا قلبها قلبها علاوي 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 عروبه عروبه انا ما لي علاقه هو قال انا شو لي علاقه لفه فلافل اي برجر لفه فلافل 205 لفه فلافل 200 500 انا ما لي علاقه هو سمسميه سمسميه 400 طيبه وشهيه ارجع واقول انا ما لي علاقه هو ترى اسمه فلك اسمه فلك محله 518 انا هاي ما اعرفه اه لا اعرفه ولا يعرف لي ناخذ اتصال هاتف الو مرحبا الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وصلت له بعدك وياك انت وين انت بالبيت لو خارج المنزل انا بالبيت يعني بالمنزل بالمنزل ايه اهم شيء تكون بالمنزل مو بالبيت لا بالمنزل لا مو انت لا يعجبك انت لا مو انت يلا منو ويانا ومن وين دوخف راح تحرقك دوخف وليد صيف من بغداد يا اهلا وليد وين ببغداد وليد في الغزالية يا اهلا وسهلا وكل اهالينا في الغزالية اهلا بك روح تحياتنا لك يا الغالي شنو فطوركم اليوم لو ما تعرف لا شلون ما اعرف اكيد اكو احد يهتم بالفطور بدي اقول اخاف انت هم مشرف اخاف انت هم مشرف الحال لا لا الحمد لله لا شنو شنو الحمد لله يعني نواشف نواشف الف الف عافيه 1550 عافيه زين عافيه ايه يلا فلك تفضل يلا وليد مو وليد وليد إيه؟ رمضان كريم يا وليد رمضان كريم علينا وعليك كل عام وانت بألف خير وانت بألف ألف خير يلا وليد من 1 الى 24 ايش تحب تختار من 1 الى 24 حاب اختار رقم 8 رقم 8 رقم 8 يلا ونشوف تختار رقم 8 عندي فد شيء انت تقوله يلا تمام مشاركة صغيرة هي يلا تفضل عبودية كتابتها أبو المالية يقول تلالة شعاع الشمس بخدودك تلالة أذانة وكم قارئ نغم حسنك تلالة أي المصيف وسهاله وجباله وتلاله يروح عن فدوه لابو المالية شغلها 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 اوه نكلت يا ولد شغلها على السريع
صدق اروح عند الدولة بالمالية. هلا هلا شلون العد يا ابي؟ هلا شلون العد؟ شو يلا يلا يا وليد. السؤال يقول لك كم موزه استخدم الشيف خلدون بالمهلبيه؟ بالهاي شنو هاي اللي يسويها؟ بالبودينج. هاي هسه اخر شيء خلاه. بالجراج. والله صراحه انا بعيد عن التلفزيون فما انتبهت من دقت علي يعني. زين. سريت البيت كله. اثنين لو اثنين وشويه لو اثنين الا شويه. عيده عيده. اثنين لو موستين لو قطعتين من الموز. لا قطعتين من الموز. قطعتين من الموز. صحيح يا وليد قطعتين من الموز متوسطة الحجم. وليد ماذا تتوقع موجود في الصندوق رقم 8؟ اتوقع يعني كل خير ان شاء الله. يلا ان شاء الله. شنو اللي طبعا هاي الابوذيه طبعا اتوقع كل خير. والله انتوا اهل الخير بعد يعني اي شيء حبيبي الله يخليك. يلا شوف رقم 8 يا وليد وبي ليره ذهب يا وليد. حتى لو ما طلعت لك ذهب هم كانت طاق ليره ذهب. الله الف الف مبروك يا وليد روحت ويانا ليره. وليد دقيقه دقيقه بالماليه راح يعطيك اكسترا ليره ذهب. اوقف خلينا نسمع شاي يقول بلس وليد. أوقف ابقى ويانا خلينا نشوف ابو الماليه ايش يقول. يا الله وليد ايش تشتغل؟ انا عامل حداد. اشتغل اليوم عامل حداد. يعني لحيمك زين؟ اعتبر رمضان قاعد يعني ماكو شغل رمضان. يعني لحيمك زين وليد؟ اكيد هو ماكو واحد يقول عن نفسه لا. وتقدر تلحم ليره ذهب بليره ذهب؟ والله إذا جدتي ليش ما ألحمها؟ ألحم ليرتين ذهب ببعض يا وليد. أشكرك 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 بالمالية. بالمالية؟ أيوة أشكرك أنت. بالمالية. ألف ألف مبروك. أبو المالية. شكرا جزيلا. أحبك واللي يحب الوي. وين الله وقسمت تروح يم عيونك الحلوة. الله شو سولف عليك هواي وتنفس يا واهس ما يا عيوني. الله كون ما تغفى واشتم بيك حنية بالماليه. ابو الماليه احبك حيل ابو الماليه. دقيقه خلينا نسمع ابو الماليه ايش يريد. الو ايش قال؟ دق الوليد راح. ليش شنو ابو ذي ما تم قويه؟ اي شيف ده يقول انت رقم الشيف خلدون. اي شيء تريد الك. اي رقم انت اختار. يا ولد يلا يا ولد يا ولد والله انت والله. واحد اثنين ثلاثة أربعة رايحات بقالك البقية انت تختار كيفك. ستة ستة ستة. يلا نشوف يا شيف خلدون شنو الموجود برقم ستة. 50,000. وينقلب السحر على الساحر. وينقلب السحر على الساحر. خب انت 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 انا اعلمك والله العظيم. وينقلب السحر على الساحر. بس باوة. شكرا جزيلا يا وليد الف الف مبروك ربحت ويانا ليرتين ذهب تصرفهم بالعافيه يا رب. لك شكرا جزيلا على اتصالك. نعم شيخ عرفنا الدرس. والله عرفنا الدرب بعد. ايش بيك باوة؟ بس انت لا اسمعنا بعد احنا يوميا نتعلم لنا شغله لازم. اكتب لي ابو ذيه واجي ابو ذيه مرتبه معدله تمام باكر احضر في الثنتين. واحفظ احفظ اذا واحده ما صابت الثانيه تصيب يعني 100% تصيب. اول باوع يومين نكتب لنا يومين نكتب ابو ذيه هاي بيناتنا راح نقعد سوا انا مرتب لنا في الاثنين ثلاثه ابو ذيات هيك بس قال له بس قال له هيك قبل زرقاء بليرتين ذهب قال له الحم واحده بوحده شنو؟ ما يلحم الذهب بالذهب ما شاء الله. ما يلحم الذهب بالذهب كيف فعلتها؟ ما يخاف نوديها لصايغ. اي مشاهدينا الكرام وصلنا الى هسه وين احنا؟
الى ان تصوبهم هذولا. اذا مشاهدينا احنا راح نروح الى فاصل قصير جدا وراجعين مره ثانيه، لا تبتعدون ويا محلتنا مع الشيف خلدون. ادري هذا يفيد، انا طلع لي كتاب بس شعر بالانجليزي راح اقول. ماي هارت ابو المالي يا ماي هارت، شعر بالانجليزي، شعر بالانجليزي. اه دقيقه شوف بالعربي يلا. اب هذا اللي ابو الماليه بس يطلع عدل. ايه. احبك حب ما ينوصف وصفه، عليك القلب مثل الذهب وصفه. الله طبيبي ما فادت وياي وصفه، عليك الذهب والصفقة علي. الله ما راح يعطينا اصلا، كل شيء ما راح يعطينا. يلا شوف انت انت تعال تعال، كل شيء ما راح يعطينا. لا تليفون هسه هسه راح يدق ابو الماليه. تعال ابو الماليه ماي هارت. ما والله طلع لي كتاب بالانجليزي، ايش اسوي؟ كتاب بالانجليزي ماي هارت. ماكو ماكو؟ لا انا اقول لك ماكو. وشنو الصفقة علي؟ اسالك ساعة انت جاي كنترول ابو المالية موجود؟ ماكو غرة يا عودين غرة على البيت. صار ساعة ادور بالكتاب راح للبيت راح. يلا الى ان يرجع اذكركم مشاهدينا اي واحد يحب يشارك ويانا بابو ذية بشي. يابا عرفنا الدرس مالته انت، عرفت الدرس مالته. بس على الارقام اللي موجودة قدامكم على الشاشة حتفوزون بكل جوائزنا اللي موجودة بمحلتنا. ولا تنسون اليوم اخر سيارة، سيارة موديل 24 2024 طبعا، موديل 2024 صفر كيلومتر، بعدها بقريزة على قولة العراقيين. لذلك لازم تدزون اس ام اس حتى تجربون حظكم، واذا ما تريدون تجربون حظكم بعد لازم تدزون اس ام اس. فاذا تريدون تجربون حظكم اكثر واكثر دزوا اكثر حتى تفوزون بجوائز المحل وتفوزون بالسيارة. يلا نصبها. يلا 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 يلا. الحلاوة والطيبة طالعة من عندك شيف خلدون. بتشوف هذا شنو هذا؟ هذا سحلب. جاب على السحلب. لعد. جاب على السحلب. شنو هذا؟ أنا بإشرافي. بإشرافي. بإشرافي وين جبنا سحلب؟ وين أكو سحلب؟ بإشرافي أني. دا أختبرك دا أختبرك. تختبرني أنت. مو قدامك خلينا الموز والقشطة. لا هو ككل شو اسمه؟ بودينج. صح. شايل جاب السحلب على البودينج. السحلب العالم ترى البسكت المقرمش او المطحون وشويه كاكاو. كاكاو هذا مو كاكاو؟ ايوه هاي رشه. شلون لعب؟ عبالك شنو جبنا؟ عبالك شنو جبناها بالساهل؟ تعب بتعب جبنا. زين انا اللي محيرني شغله واحده، صار لساعة العسل موجود هنا ولا تقول لي مو عسل. دبس هذا يا معود دبس. لا والله عسل دبس. طلع طلع طلع. تجيب لنا شغله خلينا اخلي لك هذا الموز. لا خلي فوقه اسمع باع علي باع. صعد هاي الصينيه وصعد لي تخته حتى نقطعها. انت كامرت انت ما تاكل، انت ما تاكل ابو الخمسين الف، انت ما تاكل دير بالك مد ايدك على الاكل. دير بالك اميل. اي شو اسمه اميل اميل. ايه دير بالك دير بالك توصل وشوفه. بابا بابا الله 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 الله. لا لا نصها نصها. ها الله الله الله. بس يقول لك البس شفوف. البس شفوف يا البس شفوف يا فلك. ما تقول ايش بيك فلك تقص بايدك. لازم فلك لا تقص بايدك. باع الريحه
انت لا تكلوزني، انت لا تكلوزني، ما محتاجك، ما محتاجك، ما ماجي زوبي كان، ما محتاجك. جيمي حبيبي، جيمي جيمي عيوني كلوزني، ما محتاجي. با 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 عجبنا، با عجبنا شلون هالبابا. ما نريدهم صح لو لا؟ ما نريدك، ايش تسويك؟ دوفا جبنا بعد سوا بالجبنة. انا صوتي خليتك كل شيء. جيب جيب فلت. شلوني؟ جيب فلت. باع باع. يا با ترى الناس بعدها صايمة. يلا ما بقى شيء، ما بقى شيء. شلون؟ بس جبن مو كأنه هواية شوية؟ وين خلينا؟ ما خلينا؟ وين سوينا؟ وين؟ يلا بالمعون. أحلى جوردن بلو بالعالم، أحلى جوردن بلو مقرمش. زين عيوني؟ زين عيوني. زين أغاتي؟ زين. هذا الجوردن بلو مالتنا، زين مليان حب وحنية، دوز عالي من الحب والحنان. أهم شيء الصوص يكون التخميرة مالته، تخميرة الدجاج، صوص الدجاج وكل الصلصات الباقية على عيني وعلى راسي. هذه خليها شيف، هاي همين المايعة، هاي الجبنة خليها وياها كلها كلها. ايه ايوه. منظر مؤلم لا ينصح به اصحاب القلوب الضعيفة. خلصنا، عشت ايدك. نجي على العصير، جد بعد لي وقت. حلوين يطلع العصير. يلا يلا اطلع لي بالعصير على السريع. افوكادو لهذا اليوم راح يكون في عندنا الوصفه الاخيره لهذا اليوم، سهل وبسيط وسريع الافوكادو هذا. طبعا اكيد ويا الموز، اختياري وحسب الرغبه، يعني بكيفكم تقدرون تخلون الموز او بدون الموز، راح يكون على حسب الرغبه. الشغله المهمه بيه اللي هي طبعا اكيد راح يكون عندك الافوكادو. الافوكادو ثقيل، يعني ثقيل، كلش ثقيل، حتى من يمشي هو ثقيل. حتى فعلى مود هذا تخلي له حليب، حتى من يصعد السياره هو ثقيل. افوكادو ثقيل، حتى فلوسه ثقيله، اي جيوبه ثقال. شبيه العنب يخبل، شبيه عصير البصل ها عم يخبل، صح لو لا؟ احنا بعد عرفنا الدرس. ابو ذي نيجي بيه من الصبح باكر اجيب لك كتاب ديوان كامل. اي اكو دواوين، جيب لك واحد مال بدر شاكر السياب. الله، ناخذ صال هاتف. الو مرحبا. الو احم احم احمين مرحبتين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك صاحب فلك؟ شلون الصحة؟ الحمد لله. الله يخليك، شلونك عيني؟ والله الحمد لله وشكرا. الله يخليك استاذ. وياك الشيف خلدون. ها انا مسلم. عفوا 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 الفلك بتاع فلك. شنو؟ اقول الطباخ، ما الطباخ بعد اهم شيء الطباخ. طباخ ابو العين، ابو العينين، ابو اربع عيون. او اشكال اشكال شعبه بعد الحمده. زين زين. ليش ما تاخذ 50,000 وتروح من هسه؟ ليش تنحرج قدام العالم؟ لا ابوي، لا والله لا. ما انا انصحك. لا لا شارك وياكم تدلل. حبيبي فاتمنى من عندك ها؟ تكون انسان لطيف وتقول شيف شيف. شيف شلون شلون الجاردن بلو؟ شلونكم الحمد لله؟ هذا اقول لك الجاردن بلو شلونك؟ شلونكم الحمد لله؟ الأكل اليوم اللي سويته شلونها؟ لا والله لا والله ما متابعكم، كنت طالع وهسه. والله ما متابع. اي اي والله اي والله. بقول لك خذ ال 50، حتى 50 ما راح تاخذ، 25 زينين حلوين. كيف 25؟ 25 تفضل السالفة. لا لا عمي لا، خذ راحتك. من ويانا من وين؟ لا. احمد مهدي من ديواني، احمد مهدي هادي من ديواني. يا هلا احمد وباهالي الديوانيه كلهم واحد واحد. الله يخليك احمد، الله هديك. الله يخليك احمد. ايش طابخين اليوم؟ والله طابخين تشيب لحم وتمن وباقله ما شاء الله ما شاء الله. الف الف عافيه. يلا احمد، بما انه ما بقى لنا وقت هوايه يعني ما بقى وقت، تخيل انت يعني ممكن حتى تطلع بدون يعني يعني ولا فلس.
يلا اي رقم راح تختار؟ رقم 20. رقم 20. يقول الرقم 20 يا احمد، الشيف مالتنا اللي بالمحله شو اسمه؟ ما سمعني ما سمعني. ها ها شيف محلتنا شو اسمه؟ هذا جايبي صخره، هذا مو هو ده احمد؟ اكيد احمد. نعم 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 استاذ. شيف محلتنا شو اسمه؟ شيف المحله. اي صحيح صحيح شيف خلدون، احمد شيف خلدون. نعم نعم خلدون. نعم صح صح صح. يلا شوف الرقم 20 على السريع لان ما بقى لنا وقت يا احمد. الف مبروك يا احمد، ربحت 300,000 دينار عراقي. رحم الله وديك، رحم الله وديك. الف مبروك، تصرفهم بالعافيه يا رب. احنا بما انه بقى لنا وقت هوايه فاني راح اودي هذول للطاوله شيف. با با هاي با. اي. كاميرا 3 كلوز. اني اودي هاي حتى يكلوزك. لا ما يكلوز، ما اريد بعد. والله سلطه تخبل. خلصت يابا خلصت. هذا الجوردن بلو. الجوردن بلو السهل البسيط السريع. العصير الافوكادو. زين يابا؟ زين يابا. ابو العسل والحليب والموز. فول صحي هذا. با با. الله خبل. يلا انا اجيب الكوكا كولا حتى تكمل الطاوله وتكمل السفره. جوردن بلو كلوسته؟ كلوسته لو ما كلوسته؟ يلا لا. يلا يلا كافي. ومع الكوكا كولا. بس وخر البودينج. يا هو؟ البودينج. يا هو البودينج؟ ايش وياقع على ها هذا؟ الله. يلا. تفضل. لو انا لا لا انت انت انت, انت يلا. ما حتى نعرف. اكيد مشاهدينا الاطباق هذه صارت جاهزه. واكيد لا تنسون اكو سياره اليوم، اكو سحبه على سياره، فكثفوا المسجات والاشياء اس ام اسات والاس ام اسات وهالامور كلها. ان شاء الله نشوفكم بخير واطباق جديده من انا شيف خلدون من محلتنا. باي باي، مع السلامه. من أسعد أيام المحبة كالحبايب.